في هذه الحلقة سوف نتعرف على أسماء وأنواع القبعات باللغة الإنجليزية، قبعات رجالية ونسائية باللغة الإنجليزية، يعني الحلقة للجنسين. خليكن معنا. أهلا وسهلا فيكم في قناة حقيبة إنجليزي. بلا طولة سيرة خلونا نبدأ. طبعاً هات بالإنجليزي يعني قبعة، hat قبعة بشكل عام، لكن كأنواع محددة من القبعات أو أسماء القبعات flat cap القبعة اللي أي حدا بده يبين حاله مثقف بيلبسها beret newsboy cap baseball cap أو cap visor اللي هي القبعة اللي مفتوحة من الرأس مثل ما هو واضح بالصورة. أما القبعة الصوفية اللي فوقها كرة فاسمها bubble hat وإذا ما عليها كرة فوقها أو يعني مو بالضرورة حتى تكون صوفية فاسمها beanie party hat اللي هي المخروط اللي بنلبسه عادة بأوقات الاحتفالات. وعندنا هون mortar board يعني قبعة التخرج عقبال تخرجكم إن شاء الله. swimming cap peaked cap اللي هي القبعة اللي بيلبسوها رجال الشرطة أو قادة الجيش أو security. hard hat قبعة الأمان اللي بيلبسوها عادة المهندسين وغيرهم. إذا في موضوع معين بتحبوا أعمل فيديو عنه خبروني بالتعليقات. نأتي لأنواع القبعات اللي حوالينها حواف. بشكل عام أي قبعة تحمينا من الشمس اسمها sun hat على اختلاف أشكالها، مدام هي للشمس فهي sun hat. عنا panama hat fedora قبعة فيدورا. booter hat trilby القبعة اللي هلأ رجعت موضتها. cowboy hat bowler hat القبعة اللي بتذكرنا بتشارلي تشابلن. top hat إذا استفدت من الفيديو ما تبخل علينا بالإعجاب وبالاشتراك بالقناة وطبعا مشاركة الفيديو مع أصحابك. تاكية اللي هي الطاقية. فز الطربوش. توربن أما القماشة اللي بتنحط على الرقبة أو على الرأس فاسمها باندانا وفي حال إذا ما عرفتوا تحفظوا أنواع القبعات وحابين تعرفوا أسماء أجزاء القبعة لحتى تعرفوا تعبروا عن القبعة اللي أنتوا بدكم إياها، عنا هون حواف القبعة اسمها brim أما الجزء العلوي من القبعة فاسمه crown brim
crown. أما القبعات اللي إلها بس طرف فهذا اسمه peak. peak طرف القبعة أو ما بعرف. المهم هذا اسمه peak. برافو عليكم انكم وصلتوا لاخر الفيديو. هذا يعني فعلا انكم فعلا جادين في تعلم اللغه الانجليزيه. واصلوا الخطوات اليوميه اللي بتعملوها في سبيل تعلم اللغه الانجليزيه، وبالتاكيد ان شاء الله يوما ما راح تصلوا للمستوى اللي انتم بتحلموا فيه. شكرا لكم على المتابعه، اراكم في فيديو قادم ان شاء الله. الى اللقاء.